فير بلاي الخميس 15 جويلية 2021، اهلا وسهلا بكم في موعد جديد من فير بلاي. فير بلاي اسلام المد معكم في الاعداد والتقديم، على باشا في الاخراج، تقوى المديوني في الاخراج الرقمي. نجم تتابعونا وين ما كنتوا في تونس الكل من خلال الفريكونس نتاعنا، ايضا من خلال موقعنا على الويب راديو expressfm.com، كما تنجموا تشاهدونا ايضا بالصوت والصوره من خلال اللايف ستريمينغ اللي بدات وتسويت على صفحتنا في فيسبوك اكسبريس اف ام، وتلقاها ايضا في الصفحه الخاصه بالرياضه اكسبريس اسبورا. في فير بلاي من توا حتى للخمسة ساعتين برشا مواضيع وبرشا ضيوف باش نحكيو عليهم اليوم. اكيد البدايه بالحدث الاولمبياد، باش نحكيو على اخر استعدادات المنتخب التونسي للكره الطايره للحدث هذا. البارح كان تم الاعلان على قائمه الملاعبيه، باش ناخذوا اكثر تفاصيل مع المدرب المساعد في المنتخب مروان الفهري، موجود معنا بالتليفون. مروان اهلا بك. اهلا بيك خويا سلام، ومرحبا بيك ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. شنو احوالك خويا، شنو الامور؟ والله الحمد لله، والله لاباس الحمد لله. دونك مروان، وصلنا تقريبا للاخر خط قبل انطلاق المسابقه المهمه هذه للمنتخب التونسي للكره الطايره، والرياضيين الكل باش يمثلونا ان شاء الله. لو كان تحكينا على اخر استعدادات المنتخب، البارح كنتوا اعلنتوا على القائمه وبعد نرجعوا لها، لكن نحكيوا على التحضيرات جينيرالمون، ظهر لي قلقتكم شويه الكورونا خاصه بعد بعض الاصابات. والله صحيح خويا اسلام، معناتها البروغراماسيون اللي صارت البرمجنا لها معناتها قبل جوز اولمبيك، كانت بروغراماسيون معناتها على الوراق بينيفيك فهمتني. عملنا وقتها المنتخب الاسباني جاي بحذانا، لعبنا معاها اربع مقابلات، بون هذاك الدوبي نتاع البريباراسيون وقتها بدينا بروغرامي، مشيت كيف كيف، مشيت ايطاليا هذيك مشينا هذيك بالحق، هذيك عملنا فيها خاطر بعد الستاج تاع اسبانيا عملنا بريباراسيون باهيه سو لو بلون فيزيك وتكنيك. مشيت ايطاليا هي اللي كانت بينيفيك، تروا ماتش هذوما اللي لعبناها مع المنتخب الاول الايطالي، هذوك تروا ماتش كانوا بالحق باهيين الاستعدادات. من بعد عندنا في البرنامج كان بريفيو باش تجي كوبا وفنزويلا بحذانا، صارت كيف كيف، صاروا لهم ديكا هما زاد كيف كيف، بطلت الحكاية مع لافي متى مشيت بولونيا، معناتها فما لي تيست دارونا في 3 جوار، معناتها ولينا تجبرنا باش عملنا نولاسيون للستاج، وبعد 4 جور رجعنا فيك لي تيست وحاولنا نستحضروا على الملاعبية اللي قعدوا، حاولنا نسكروا معناتها من اللي دخلنا تو بريس معناتها 10 ولا 12 جور. الحمد لله انا ريكيبيري لي جوار اللي كانوا بليسي، وعملنا دو تيست لاندي، عملنا تيست لدو لابوراتوار اللي هما غري مع السفاره لهنا تاع اليابان لاندي وميركودي، الحمد لله طلعوا الناس الكل ديليغاسيون لاباس. بون ما ان شاء الله نمشي، واحنا غادي عندنا شويه وقت نمشيو بكري شويه تسمى، خاطر برومي ماتش باش نبداو 24، عندنا شويه ماتش ان شاء الله، شويه وقت ان شاء الله نلقاو نجموش نعملوا ماتش ولا اثنين غادي نحاولوا، حتى خاطر ما تعرف لي جوار اللي قعدوا معناتها مصابين شويه بالفيروس ريس معناتها 12 جور ولا 15 جور ما تراناوش، حاولوا نخلطوهم ونخلطوا ليكيب تلعب على اوموا دو ماتش باش لافي لو 24 ان شاء الله. ما تعرف البول نتاعنا بول صعيبه معناتها فيها لي جرو ناسيون اللي يلعبوا على الميداي دور اللي هي نعاود نذكر شويه اللي هي فيها البرازيل وامريكا وروسيا وفرنسا والارجنتين. ان شاء الله معناتها مش نكذوش ارواحنا، ان شاء الله نعملوا بريستاسيون باهيه اللي تخلينا نحضروا للشامبيون دافريك ان شاء الله اللي بعد لي جيو. نفهم معناتها فقط البطوله هذه باش ناخذوها تحضيريه، معناها بطوله افريقيا معناتها ما تمحوش اكثر من هكا. بونت في علاش نكذب على روحنا ناس، معناتها نشوفوا الواقع نتاعنا، واقع البطوله نتاعنا، المستوى نتاعنا. حاولنا باش ديما نشوف المنتخب ديما تحاول ترجع لي جوار في النيفو نتاعهم، يمسوا شويه لو نيفو، خاطر النيفو ناسيونال معناتها كي تجي تشوف عندك دو زيكيب يتسماو يلعبوا البريميرول عام كامل، يلعبوا في 3 ولا 4 ماتش ماكسيموم، البقيه لي ماتش الكل معناتها ريزولتا تعرفها قبل ما يبدا الماتش. نحاولوا نعملوا بريستاسيون باهي بوركوا با، شفت البول اللي قلت لك عليه لي ناسيون اللي موجودين ماهم سالين، الناس تلعب على الميداي دور ان شاء الله. احنا البريستاسيون باش نكونوا واضحين معناتها باش نعملوا ان شاء الله نعملوا بريستاسيون باهي في لي ماتش، نجموش مع شويه مع الارجنتين شويه مع فرنسا، ما البقيه بون ما مش نحبط في الناس، اما ذاك هو الواقع في الفولي بول يقوي ضعيف.
باهي مروان، شفنا البارح كان تم الاعلان على القائمه، ظهر لي حتى دخلت الصفحه الرسميه نتاع الجامعه اغلب التعليقات تحكي على غياب واحد من الملاعبيه اللي هو علي بونكي. اخر ظهر لي بريستاسيون كانت تألق مع المنتخب، شنو هي اسباب غيابه مروان؟ والله شوف في اللي بوست نص تعرف الفولي بول باللي بوست حتى كيف كيف مستانسين نمشيو 14 جوار، احنا دابيتود نمشيو ديما لي كومبيتيسيون 14 جوار، الكومبيتيسيون هذه فرضوا علينا 12 جوار للناس الكل بالحق راهي باش تاخذ انت الانيشيتيف وباش تختار لي جوار بار بوست راهي صعيبه برشا، معناتها صحيح نجم انا قلت لهم راه فما شكون نجم يكون باش تظلم، خلينا الملاعبية الاخر وقت الناس الكل اوكا او تصيروا شو دي بلوسيور فهمتني صحيح معناتها علي كما قولها تغيظ شوية الله غالب اشوف في البوست نتاعه فما حمزة نجا موجود فما انيس بن طارة كيف كيف موجود هذوما اللي دوش معناتها فما شكون يقول مثلا نجا مثلا نجا نجم كان يتغير البوست نتاعه وين يعرف بوست اخر معناه ولا ما ما ما, ما تنجمش خاطر حتى لي سونترو انا تيوب اني اوبليجي زاد باش نهزو كان تروا سونترو هكا هو تروا سونترو انا اوبليجي زاد كيف كيف خلينا عايز زاد لبرا ليبيرو باش نمشي بليبيرو برك مش بدو ليبيرو صعيبه معناتها صحيح بون الشوا كان على يمكن نجا وبنطاره في الاكسبيريونس نتاعهم اكثر من علي علي تعرف على العامين الثلاثه هذوما اللي بدا يلعب فيهم شويه السيزون اللي فات معناتها بريسك معناتها لعب تسمى سيزون كامله في صفاقس مازال صغير علي مازالوا حتى الاخرين كيف كيف عنده الوقت باش ان شاء الله يشارك في منافسة القناة مسلم مثلا يقول ما عاد سيزون باهي الموسم الماضي تعاولوا على الخبرة نتاعو أكثر ممكن هكا شوف لا ليس ما كانش بالحق في السيزون اللي فات ما 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 لعبش ياسر أما شوف اللي كيما صار تشوف الأربعة ما عندناش أمبرا ليس انديسبونسابل تسمى في الـ 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 في ليكيب حاولنا نخلطوه لو ماكسيموم النيفو نتاعو عمل بريستاسيون باهية في إيطاليا كانت باش ما نقولكش كان الميور جوار غاديكا في لي تروا ماتش فما دي شوا صعيب باش تختار فيهم لان نشوف لي كومبارتيمون في البولي فما قداش من كومبارتيمون لان نشوف تنجمش تختار هذا على تاك بولي فما تاك فما سيرفيس فما كونتر فما ديفونس لي كومبارتيمون يفرقوا في لي شوا تاع لي جوار و بلوس لي شوا حتى اللي بعده من بعد قعدنا راهو بريسك تقريبا 20 جوار حتى هيكشي لين معناتها اي لاخر وقت اي لاخر وقت باش خلينا الشوا محلول للناس الكل كيما شفت تصير دي بلوسيو تصير مرضى لا قدر الله باش نختاروا حتى جوارات صحيح الاخرين عادي جوار ملعبي يتغشش مي باش يرجعوا للجروب ان شاء الله بحكي باش نروحوا عنا البطولة افريقيا والمستقبل قدامهم ان شاء الله اكيد هو كان دي تشوف تا كل واحد باش تعطيه يقول له اختار قائمه كل حد اكيد عنده القائمه نتاعو هذا اختيارات اكيد من اللي ترى الفني لازم نحترموهم كنت معنا مروان الفهري يعطيك الصحه على تدخلك معنا ميرسي بوكو عايش دونك كان مروان الفهري مدرب مساعد في المنتخب الوطني التونسي كنا حكينا معاه على القائمه نتاع المنتخب الوطني التونسي واخر اسئلتها كان حاولوا كل يوم ناخذوا شكون من الرياضيين باش يمثلونا في الاولمبياد نحكيوا معاه على الظاهره العالميه هذه الا ايام وتنطلق فاصل موسيقى وبعد مكملين في البلاي حتى الخمسه